لم تدخر حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الكهرباء والماء جهداً في إقرار كافة التدابير والخطط المنظمة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة امتداداً لمرئيات ومبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة المرتبطة برؤية البحرين الاقتصادية 2030 تنفيذاً لتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه قمنا بأخذ زمام المبادرة في ديسمبر 2013 برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لإنشاء مركز للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة حينها أتذكر كانت هناك بعض التحفظات من بعض الجهات وتساؤلات لماذا نحتاج مركز خاص لهذا الغرض وكانت الإجابة بأن بعض الوزارات كانت تعمل على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ولكن كل وزارة أو كل جهة كانت تعمل بمعزل عن الوزارات الأخرى ولم يكن هناك تنسيق بين هذه الجهات ولم تكن هناك خطة أو استراتيجية موحدة لجميع الاجتهادات ولم تكن هناك أهداف وطنية معينة وبجدول زمني لتحقيق الأهداف في إطار رؤية مملكة البحرين لتنويع مصادر الطاقة يواصل قطاع الكهرباء والماء عمله لتحقيق رؤية الحكومة للطاقة المتجددة على المدى الطويل وتحقيق مؤشرات الاستراتيجية في رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 وخاصة في الاقتصاد المستدام طويل المدى وتأمين مثل هذه الموارد كجزء من متطلبات التخطيط الاستراتيجي للحكومة ولا شك في أن ثمة تحديات تواجه قطاع الطاقة تتمثل في أمن الطاقة واستدامتها وتأثيرها على البيئة بادرت وزارة الكهرباء والماء بقيادة سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء بصياغة عدد من الاستراتيجيات والسياسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد وتنويع مصادر الطاقة باستخدام مصادر بديلة بما يتضمن الطاقة المتجددة بدأنا رحلة التغيير بإطلاق خطتين وطنيتين بأهداف طويلة المدى تتركزان على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة الطاقة لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني وتهدفان إلى دعم مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وخاصة الهدف السابع المعني بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وهما الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وللتأكد من تنفيذ ما ورد في الخطتين وجه مجلس الوزراء الموقر بإنشاء لجنة وطنية برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية تسمى باللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة لذلك وافق مجلس الوزراء الموقر على إنشاء مركز لتشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتم تسمية هذا المركز بوحدة الطاقة المستدامة SEU وكذلك تم تحديد أهداف وطنية محددة وافق عليها مجلس الوزراء الموقر والهدف الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء للطاقة المتجددة هو نسبة 5% بحلول 2025 تزداد إلى 10% بحلول 2035
والهدف لرفع كفاءة الطاقة هو 6% نسبة 6% بحلول 2025. وللتأكد من تحقيق الأهداف الوطنية المحددة التي اعتمدها مجلس الوزراء، وجه مجلس الوزراء لإنشاء لجنة وطنية من ممثلي جميع الجهات المعنية والوزارات المعنية، مثل مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال، وزارة الإسكان والبيئة وغيرها، برئاسة وزير الكهرباء والماء، للتأكد من تنفيذ الأهداف الوطنية. وقمنا حينها بتوقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لانتداب خبراء دوليين لكي يساعدوا وحدة الطاقة المستدامة في إعداد خطتين وطنيتين لهذا الغرض. الخطة الأولى هي الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة، والخطة الثانية هي الخطة الوطنية للطاقة المتجددة. وفي يناير سنة 2017 وافق مجلس الوزراء على هاتين الخطتين، وكذلك وافق على الأهداف الوطنية، وهاتين الخطتين هما بمثابة خارطة الطريق لتحقيق الأهداف الوطنية. وهناك اجتماعات مكثفة نعقدها لمتابعة تنفيذ ما ورد في الخطتين، ولقد عقدنا إلى الآن 9 اجتماعات لهذا الغرض. وكذلك قامت لجنة المتابعة باعتماد 3 سياسات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. السياسة الأولى هي سياسة صافي القياس نت ميترينج، التي تسمح للأشخاص من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على منازلهم ومنشآتهم وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وبالمقابل فإن لهذا الجزء من استهلاك الكهرباء لا تصدر لهم فاتورة من هيئة الكهرباء والماء. وإذا كان هناك فائض لديهم من الطاقة الشمسية يمكنهم ضخها في الشبكة الحكومية والحصول على خصم مقابلها من الهيئة. والسياسة الثانية تهدف إلى الاستفادة من أسطح المباني الحكومية مثل المستشفيات والمدارس لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها، ولدينا حوالي 535 مبنى حكومي لاستخدامه لهذا الغرض. والسياسة الثالثة إدخال نسبة معينة من الطاقة المتجددة في المباني الجديدة حسب دليل المباني الخضراء التي اعتمدته حكومة مملكة البحرين. ومن المشاريع التي تم تنفيذها أو هي في صدد التنفيذ المشاريع التالية: اعتماد نظام صافي العداد نت ميترينج، وتدريب وتأهيل المقاولين والاستشاريين، وتدشين ربط نظام الطاقة الشمسية بالشبكة الحكومية. وهذا يعتبر تغييراً جذرياً عما هو كان سائداً في السابق، حيث أنه في السابق كان إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء حكراً على الحكومة، بينما نظام صافي القياس يمكن الأفراد والمؤسسات من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة لأول مرة، ناهيك عن تدشين أنظمة الطاقة الشمسية في دور العبادة، مستغلين نجاح مملكة البحرين في افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية، بجانب تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، منها تدشين أول أطلس للرياح في مملكة البحرين لدعم الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتوسيع مشروع شركة تطوير للبترول للطاقة الشمسية. فيما حظيت مشاريع اللجنة الوطنية لكفاءة الطاقة بتحقيق عدد من المشاريع جاء في سلم ترتيبها توظيف مدققين للطاقة، بينهم مجموعة من البحرينيين
في فرصة لدعم الخبرات الوطنية بجانب تنفيذ مشروع نظام التبريد المركزي ودليل المباني الخضراء واستبدال الإنارة التقليدية للطرقات بالإنارة الموفرة للطاقة واعتماد بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات في إطار دعم المواطن وتعزيز سياسة حماية المستهلك، كما وتم إعادة قيم مواصفات العزل الحراري وتحديد مواصفات المصابيح في المباني الحكومية، بالإضافة إلى تصحيح معامل كفاءة الطاقة وإنتاج أول مصنع للألواح الشمسية في البحرين. سلسلة الإنجازات والنجاحات لا تتوقف، فبعد نجاح خفض تكاليف التشغيل وخفض استهلاك الوقود لوحدات إنتاج الكهرباء والاستفادة الكبيرة من قدرات الإنتاج المتاحة والسعات الفائضة للتوليد في الدول الأعضاء عن طريق إتاحة العمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة ضمن مشروع سوق الكهرباء الخليجية لتجارة الطاقة، وافتتاح أول مصنع للألواح الشمسية في البحرين بمساحة تبلغ 5000 متر مربع، ويعمل على إنتاج اللوحات الشمسية التي تعمل على إنتاج الكهرباء عن طريق خلايا السيليكون وصولاً للخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. هذه الحزمة من الخطط والمشاريع كفيلة بأن تفتح آفاقاً مستقبلية في الأمد البعيد لتبادل وتجارة الطاقة مع منظومات الربط المجاورة في المنطقة العربية، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة دعماً لبرنامج حكومة البحرين ووصولاً للأهداف المرجوة حتى عام 2030. إن أهمية اعتماد النسب والأهداف الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة يساعد المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في جذب الاستثمارات الدولية والوفاء بالتزامات البحرين الدولية والإقليمية والمحلية وخلق فرص عمل جديدة والمحافظة على البيئة وتنويع مصادر الطاقة وتوفير الغاز واستخدامه كمخزون استراتيجي للمشاريع الاستراتيجية المستقبلية والاستفادة من الطاقة المستدامة. إن أهمية تحقيق الأهداف الوطنية تكمن في التالي: أولاً توفير مبلغ حوالي 260 مليون دينار للحكومة بحلول 2025. ثانياً جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة إلى مملكة البحرين. ثالثاً الوفاء بالتزامات مملكة البحرين الدولية والإقليمية والمحلية مثل اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. رابعاً خلق فرص عمل جديدة للمواطنين. خامساً المحافظة على البيئة. سادساً تنويع مصادر الطاقة وتوفير الغاز الطبيعي كمخزون استراتيجي وللمشاريع الكبيرة الاستراتيجية لمملكة البحرين. سابعاً تخفيض تكلفة الكهرباء على المدى البعيد للحكومة وللمواطنين وللأجيال القادمة.